السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هتكلم اليوم عن تجهيل المرأة والتمن جهل المرأة وتأثيره على المجتمع. ده حصل لي في أربع أحداث وأنا صغير في الحلمية أيضا. أول مرة اللي هو الطلاق للمرأة العاقر أو ما بتخلفش. كان في عندنا في البيت اللي كان ساكنة فيه جدتي الله يرحمها ست يعني محترمة جدا وأنا محترمة، أخلاقها عالية جدا الزوجة، وكانت امرأة جميلة جدا وكانت بتحبنا لأنها ما كانتش بتخلف، كانت دايما ترحب بينا وتعزمنا وتجيب لنا شوكولاتة وحلويات إلى آخره، وكانت مكسورة، وكانت هي طبعا ست جميلة جدا جدا حتى في الوجه، وكانت طبعا محبوبة جدا من كل الجيران واللي في البيت. ما كانوش بيخلفوا هي وزوجها. طبعا اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان اهل الزوج اللي هو الام الزوج واخوات الزوج البنات قرروا انها ما بتخلفش، فحبوا يخلوا الست دي يعني يجوزوا اخوهم واحده ثانيه. طبعا ده لجهلهم، ما كانش حد يعرف مين اللي كان سبب عدم الخلفه في نفس الوقت. واللي حصل انهم جوزوا ابنهم اعتقادا ان خالتنا سميحه او طنط سميحه ما بتخلفش. فطبعا تزوج الرجل من امرأة تانية وهي طبعا طلقت منه وتجوزت طبعا من واحد تاني، لأنها طبعا كانت إنسانة راقية جدا، أخلاقها عالية جدا، متدينة وكميلة وصغيرة، فتجوزت وفي خلال سنة خلفت. وأصبح نعرف أن أصلا سبب عدم اللي هو الخلفة ما كانش من المرأة لكن كان من الزوج. وده جزء من تجهيل المرأة، وأن المجتمع كان بيقول أي شيء بيحصل غلط في البيت كم من المرأة. الأمر الثاني اللي اتعلمته وكان برضك سلبي حاجة اسمها اللي هو الزار. الزار ده معناه ايه؟ معناه ان في ناس أفاقين بيقولك احنا هنطرد الجن منك لما تيجي عندنا، في شيخ كده بيقولك هنجيب نقعد نذكر ونغني ونرقص وكذا 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 وكذا، وبعدين تذبح كتكوت ولا تذبح معزة ولا تذبح خروف والدم يجي على الست. وكان دايما بيحصل الموضوع ده لما يكون في امرأة ما بتخلفش، فالمرأة بتجمع تجيب اللي هم ابو الغيط ده معاهم يقولوا يقعدوا يرقصوا طول الليل، او امرأة عايزة تتجوز بناتها، او في زوج عايز ما بيحب زوجته، يعني كل دي خرافات موجودة عندنا. وكانوا بيجيبوا ابو الغيط ده، فكان والدتي الله يرحمها خدتني في بيت خالتها او خلانها او أعمامها في حتة اسمها درب شغلان. والأول مرة أشوف حكاية الزار ده بالليل، تكون مجموعة كتيرة جدا من النساء موجودين مع صاحبة البيت أو الناس اللي عاملين الزار عندهم عشان يطردوا إيه الجن، وبعدين يقعدوا يتميلوا ويرقصوا يمين وشمال. وأنا مش عارف دايما ليه الستات اللي بتيجي مع رجل في وسطهم اسمه أبو الغيط كان بيرقص بالسجات وبالرقي وبالطبلة إلى آخره، ويقعدوا يلفوا لغايه ما الست ايه تقعد تقع على نفسها، وبعدين يقوموا ذابحين الفرخه او ذابحين المعزه ويرموا الدم عليها. طبعا كل ده كلام فارغ، ولا بيطرد الجن ولا بيطرد الانس ولا بيطرد اي حاجه. دي حاجه من الحاجات السيئه اللي بدات تكون من الثوابت في جزء من الثقافه المصريه والعقيده المصريه، لان هم بيجهلوا المراه على انها تقوم بدورها الحقيقي. الامر الثاني بالنسبه ل حاجة اسمها المندل. يعني ايه المندل؟ تفتح المندل يعني لما تضيع منك حاجة تجيب شخص معين يقعد يتمتم بتمائم واشياء كده لغاية ما ادور لك على الحاجة. في يوم من الايام اضعت اسورة ذهب من جدتي الله يرحمها في شقة اليكنية، وقعدنا كلنا منتظرين الرجل اللي جاي ده هيفتح المندل. امرين منديل كده على الارض وقعد يتمتم بالتمام وقعد يخش في الاوضة يلف يمين وشمال وطلع الاسورة من تحت الكرسي. طبعا دي كل دي خرافات، لكن دي كلها كانت بتتزعم القيام بها اللي هو النساء، لان النساء كانوا قاعدين في البيت مش متعلمين وللاسف يعني، وكان في نفس الوقت يعني كميه الجهل اللي عندهم كانت عاليه جدا، فلذلك كانوا بيمشوا ورا هؤلاء الجهله من العرافين اللي هم بياخدوا يبتزوا اموالهم من الاخر. في حادثة تانية برضك حصلت لنا في حكاية عدم الخلفة والعقم ده، كان واحدة اللي حمات أختي الله يرحمها كانت متجوزة زوجها وقعدت 15 سنة ما تخلفش. لكن الفرق بينها وبين طنط سميح اللي كانت عارفة في الأول وبين زوجها إن الرجل صبر رحمة الله عليه، وبعد 15 سنة من الحياة الكريمة مع بعض خلفت خمس
أولاد ذكور وخلفت بنت. هنا نقف برة مرة تانية ونقول إيه؟ نقول تجهيل المرأة معناها تجهيل المجتمع، وتعليم المرأة معناها تعليم المجتمع. وزي ما كان الشعر بيقولك الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. فأتمنى إن إحنا نهتم بتعليم المرأة وتعليم بناتنا وتعليم أولادنا الثقافة والقيم والعادات والتقاليد والدين زائد العلم الحديث. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.